السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Pada video kali ini kita akan membaca surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب بالعالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.